بعثة مصر الأولمبية هتبدأ تتجه لطوكيو، والحمد لله احنا بنتكلم ان احنا اكبر بعثة عربية، يعني بعدد 135 لاعب ولاعبة ومشاركين في 23 لعبة من اصل 29 موجودين في مصر. اكيد كمان النسخة دي اعتقد هتكون مختلفة في اجراءاتها بسبب احنا بنتكلم فيروس كورونا المستجد. انا مش عارفة بقى هو مستجد ولا خلاص بقينا عشرة، بس على كل حال فقرة دي خلينا نتكلم بشكل اكثر تفصيلا مع دكتور حسن كمان رئيس اللجنة الطبية لبعثة مصر في الاولمبياد. نورنا بجد، صباح الفل. نور الدنيا يا دكتور، سعداء بوجود حضرتك معانا. وبسم الله ما شاء الله، يعني اكبر بعثة عربية 135 ما بين بقى لاعبين واداريين و لا 135 لاعب ده غير كمان غير البعثة والله. طب يعني الاجمالي العدد ده كله، هل وضعتم له خطه طبيه امنه تتماشى مع الكم الكبير ده من البشر؟ والله طبعا احنا يعني عملنا خطه طبيه واحنا بقالنا كتير جدا في الخطه الطبيه، بس في حاجه عامله لنا اشكاليه شويه غير معتاده، ان احنا عاده في الاولمبياد بنبقى عارفين كل ما يخص الاجراءات المطلوبه من بدري. احنا الحقيقه اليابان نفسها كل اسبوع تفاجئنا بقرار جديد او بمتطلبات جديده، فتبدا انت تعيد كل حساباتك. يعني من اسبوعين بالظبط او اقل من اسبوعين صدر جالنا منهم جواب ان هم قسموا الدول الى جروب A و B و C، ومن مصر في جروب B. جروب B ده هيستلزم ان هو يبقى عنده 3 ايام بمجرد الوصول، مش حجر صحي لكن انعزال، مش عزل، يعني جوه في الاماكن المعتاده، ولكن مطالب منك انك 72 ساعة عدم الاختلاط بالفرق التانية، هتاكل في مطعم لوحدك، هتتعامل لوحدك. هذا الامر ما كانش متقال قبل كده وما كانش موجود، فبالتالي بقى عندك في الحساب 3 دايز و 3 ايام زيادة محتاج ان انت تعمل حسابهم. اللعيبة اللي عايزة تطلع تتمرن وكانت هتحتك بناس تانية بقت الثلاث ايام دول بالنسبة لهم مش موجودين، فبقى ده حاجة جديدة. الحقيقة هم كمان بيفاجئونا، يعني عمالين يغيروا القرارات، الوضع غير معتاد على الاطلاق يعني. بس احنا الحمد لله عملنا قدر الامكان. بس كان ليا تعليق برضو على التقرير، هو الموضوع بيتم بالتعاون ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه، كل الخطوات بيكون في تنسيق ما بين الجهتين. الحقيقه في تعاون كويس قوي ما بين الوزاره واللجنه الاولمبيه، احنا طعمنا اللاعبين بشكل منفصل. الحقيقه برضو اشكر بقى وزاره الصحه كمان، وزاره الصحه وفرت للعيبه تطعيم، في عملنا تطعيم للبعثه الاولمبيه منفصل. يعني اللعيبه سجلت زي ما الناس كلها سجلت تطعيم بجرعتين. احنا الجرعه الثانيه هناخدها قبل السفر بفضل، يعني خلاص خدنا الجرعه الاولى من فتره. عشان اي بعثه تروح او لا من غير اشتراط، ده تامين احنا عاملينه للاعبين. ووزاره الصحه الحقيقه عن طريق التعاون ما بينها وما بين اللجنه ووزاره الرياضه نسقلنا ان احنا نعمل مكان تطعيم للاعبين، عملناه في مستشفى الطب الرياضي، ودي مستشفى تابعه لوزاره الشباب والرياضه في مدينه نصر. بس هو يعني مش حاليا قوانين السفر بتمنع اي مسافر ان هو يعني يتوجه من دوله الى اخرى غير وهو معاه ما يثبت انه تلقى جرعتين من ايا كان نوع اللقاح؟ لسه ده مش في دول لسه محدوده قوي عملت كده. وفي دول قالت انها هتشترط لقاحات معينه، لكن احنا حاليا عندنا منتخب الهاندبول بيعمل جوله في اوروبا، عندنا منتخب الرماية رايح إيطاليا، ما بيطلبوش لسه، ما حدش قادر يشترط، لأن بس الكلام ده بيتقال بقاله فترة، رؤية غير كتير لسه يعني بس. يعني ما هو كل حاجة مش واضحة، بس هو الكلام ده بيتقال بقاله فترة. لكن في النهاية ما احنا لما جه في الأول قال الأولمبياد قالوا إن هم هيشترطوا تطعيم جرعتين من نوع معين، النوع ده مش عندنا في مصر مثلا. اوكي احنا قلنا لهم انت عايز الشركه الفلانيه او الشركه الفلانيه، طب انا عندي دلوقتي المتاح 1 2 3. في دول ثانيه قالت له انا ما عنديش قدره ان اطعم الرياضيين اصلا، فقالوا في الاول هندعم الدول بالتطعيم. انا بقول لحضرتك الكلام بقى عمال يتغير، فقعدنا مستنيين ان هيجي لنا تطعيم معين من اللجنه الاولمبيه، ثم قالت لا خلاص احنا هنشيل شرط التطعيم. طب ما احنا بقى محتاجين نطعم لاعبتنا، لان احنا دلوقتي عندنا موضوع خطير جدا في المنافسه، ان في لاعبين ممكن يستبعدوا من الدوره الاولمبيه بناء على مسحه ايجابيه للبي سي ار. دي تبقى مشكله كبيره، ده على مستوى العالم كله. انت تكتشف حضرتك ان اللاعب الفلاني راح ولم يسلم احد، يعني توم هانكس جاله، يعني انا قصدي ايه؟ طبعا. انت هتحاول قدر الامكان انك تشدد في الاجراءات، لكن المشكله يعني الضغط كبير جدا. طب لو ده حصل بالمناسبه هيكون ايه رد الفعل بقى؟ رد الفعل اللاعب هيتعزل، والمخالطين وبقيه المخالطين دول اللي هم اوريدي جزء كبير منهم هيكونوا لعيبه منافسه. هم عاملين في تطبيقات موبايل ابلكيشنز هينزلوا على موبايلات كل افراد المشاركين في الاولمبياد، شرط المشاركه والدخول من المطار انك تنزل التطبيق، ان معاك يكون معاك التطبيقين دول. تمام.
واحد اسمه الكوكوا اللي هو الكونتاكت كنترول ابلكيشن اللي هو نظام المتابعة المخالطين. لو طلع واحد ايجابي هيجيبه موبايله ويطلع لك كل اللي كانوا مخالطين ليه في الفترة معينة، فيبدأ هو يدور ورا المخالطين دول واحد ورا التاني عشان يتأكد إذا كان في حد تاني فيهم إيجابي ولا لا. فبمجرد ما يتم ثبوت إن فلان إيجابي سيتم التواصل مع المخالطين. كل بلد ليها حاجة اسمها CLO، اسمها اللي هو الكوفيد اوفيسر بتاعها. فالكوفيد اوفيسر ده هيتم التواصل معاه يقولوا له لو وصلنا لمرحله ايه الزمن ده، ايه الزمن ده دكتور كوفيد اوفيسر. فطبعا هيروح مبلغك التايتل الجديد في العالم ده ده كل دوله، فيروح مبلغك يقول لك طلع 5 تانيين مثلا مخالطين، دول هيتعزلوا ويتعمل لهم نظام مسحات متكرر عشان يرجعوهم يتاكدوا ان هم سلبيين. النظام التاني اللي معمول اسمه الاوتشا. الاوتشا ده عباره عن متابعه الحاله الصحيه، يعني الحاله الصحيه بتاعت اللاعب كل يوم بتخش على الابلكيشن تكتب ان حرارته 37، تكتب انه ما عندوش اعراض كل يوم. على فكره بالمناسبه لو الموضوع فرط ممكن البطوله كلها تكون مهدده. طبعا يعني لو في اكتر من لاعب او عدد كبير من اللاعبين تم اكتشاف ان هم مصابين بالكوفيد وكان ليهم مخالطين كتير، طب ما كده هيجيبوا دوره في الاولمبياد. عليكم السلام. احنا يعني ميالين، احنا بنعمل حاجه، احنا بقى كبعثه مصريه فكرنا في بضعه افكار ان احنا نقلل المخالطه ما بين اللعيبه المختلفه. يعني انا عندي 23 لاعب، احنا هنحاول قدر الامكان اثناء التحركات والاقامات والبتاع ان اللعيبه ما تختلطش. هو لازم لعيب الفرقه الواحده تختلط ببعضها، ملهاش حاجه، لكن احنا طول عمرنا في تعامل ما بين اللعيبه وبتتجمع بشكل جماعي. بس هم يا دكتور لما هيوصلوا يعني ما هيبقى معمول كل الاجراءات الاحترازيه ليهم والتست ومعروف ان دول نيجاتيف، يعني ما مش هتبقى سيربرايز قوي يعني ان البرسنتج فيها مش ما هو البرسنتج. بس حضرتك انت لو عندك اتنين زي اي بطوله ثانيه اتنين في فرقه كبيره ممكن يعملوا لك مشكله، تتلاقي المخالطين ال 30 التانيين. ما انا فاهمه، بس هيعيوا بقى بعد ما يوصلوا، يعني مش هو عشان يوصل لازم يكون نيجاتيف. احنا هنعمل 3 مسحات قبل السفر. طيب. كل يوم مسحه قبل السفر ومسحه اول ما نوصل، وهيكون هناك تحليل يومي. بس مش مسحات رايحين عينيها مركزه ورايحين تشاركوا في دوره. احنا نطلع فاصل يا دكتور بعد اذنك عشان الموضوع ده محتاج شرح وافي عن كده. هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. عودة من جديد لبرنامجنا عشر الصبح في الأهلي، ولسه حديثنا لم ينتهي بعد، وخصوصا أن تفصيلة الكورونا اللي انتشرت في العالم كله وليها كتير جدا من يعني انعكاسات السلبية، الحقيقة الموضوع ده عايز له حلقة لوحدها. طبعا حقيقي. يعني احنا وقفنا في الكلام فين بقى؟ احنا عايزين نتكلم عن الكورونا بقى. يلا. يعني بما ان احنا بنتكلم عن اولمبيات وغيره، قد ايه العالم المشهد فيه اتغير تماما، حتى المشهد الرياضي تحديدا اكتر يعني مجال اتاثر بشكل سلبي جدا. فالكورونا ونستغل وجود حضرتك دكتور حسن، احنا رايحين كده يعني زي ما كان بيتقال في الاول احنا قربنا على النهايه ولا احنا لسه داخلين ويف رابعه ولا يعني؟ بص حضرتك معلش يعني الموضوع بقى صعب قوي طبيا وعلميا. مفيش اي تنبؤ في هذا الامر فعلا. يعني انت عارفه اي كلام بيتقال ده ما طبعا ما ولا في منطق عام بيحكم الامور، ولا في منطق عام، لان هو تحور عشوائي. يعني حضرتك ممكن يتحور الفيروس لفورم وتكتشف انه انتهى بمجرد هذا التحور نتيجه ان تحول لفورم ضعيفه جدا. وممكن يتحول العكس او يتحول العكس، فهو ملوش منطق. ممكن يندمج مع مصادر جينيه من فيروسات اخرى في احد الاجسام الناس ويطلع لك فيروس جديد. يعني الموضوع هو لو تحور معنى كده ان لو انا مثلا واخد فاكسين معنى كده ان الفاكسين مش هيبقى يعني وارد. مش ابليكابل عليه، مش هينطبق عليه خلاص. وارد يعني في حسب نوع التحور اللي هيحصل، بس ده وارد طبعا. عشان كده احنا ساعات نقول بقى ان فاكسين الانفلونزا ما بيغطيش كل انواع الانفلونزا. فهو فيروس، هو فيروس بس وفيروس. هو حصل قبل كده دكتور حسن في فيروس زي كده انتشر في العالم يعني يعني بيتحور وبيتحول الانفلونزا الاسبانيه. الانفلونزا الاسبانيه بس ده من 100 سنه. 100 سنه كان ليها مردود كبير جدا، وكان في عدد وفيات يقال في بعض التسجيلات ان هو وصل 50 مليون. وده كان في وقت يعني عدد سكان العالم كان اقل من كده بكتير. ودخل في ويبس بالشكل ده. هو كان زي طعم، كان زي طعم. ويقال ان هو يعني ساعتها ان الوفيات الاكثر كانت في الموجه الثانيه منه مش في الموجه الاولى. فحصلت قبل كده يعني ان حصل هذا الشكل من الوباء يعني. فهو الفيروسات
ملهاش قاعدة بالذات فيروسات الجهاز التنفسي. خد بال حضرتك ان ده سارس برضه تنويعة منه تنويعة من السارس. فالسارس برضه لما طلع انفلونزا الطيور وبعد كده اتكلمنا على انفلونزا الخنازير واتكلمنا دلوقتي على بس ما طولوش كده دكتور حسن معانا. يعني انا فاكره كنا صغيرين ما عملوش شكل الانتشار ده واشكال الوفيات التي تدرس حتى هذه اللحظه. يعني ايه اللي بيخلي شخص يعدي عليه الدور في منتهى البساطه وشخص تاني يخش انتنسيف كير ويبقى كومبليكيتد. بس انا بشكل عام برضو عشان نطمن الناس انا وجهه نظري هذه احنا برضو الطبيه يعني وجهه نظر طبيه احنا عدينا المرحله الحرجه على الاقل فيما ارى هنا في مصر. اوكي عندنا سراير بقت فاضيه في مستشفيات العزل بقى عندنا اماكن موجوده صح. العدد الحالات اللي بقينا نسمع عنها في السماع اليومي قلت كتير. عدد الحالات اللي بتحتاج هوسبيتاليزيشن قل كتير. فالحمد لله الدنيا تبدو اكثر استقرارا بشكل كبير. توقعي انا الشخصي بعيدا عن العلم ان شاء الله الموضوع ده لنهايه قريبا. ربنا يسمع منك يا دكتور. والله توقعي يعني انتوا المفروض ان شاء الله في طوكيو طبعا بطبيعه الحال في فقاعه طبيه كده. طب بعيدا بقى عن فكره الفيروس والفقاعه الطبيه انا بس عايز اسالك على تفصيله ثانيه. هذا كم من البشر اللي طالعين من مصر ورايحين دوله ليها خصوصيه شديده جدا في الاكل والشرب فانتوا هتهندلوا الموضوع ده ازاي؟ هل في مثلا شاف هيطلع مع البعثه؟ لا بص عليك الاولمبيات ليها طبيعه خاصه جدا. ايه بقى؟ الاولمبيات من غير في اي ظرف من الظروف بيكون فيها مطاعم بمختلف عالميه يعني انت بتخش تلاقي الركن العربي، تلاقي الركن المصري، تلاقي الركن اليهودي، تلاقي الركن الاسيوي، تلاقي كل اللي هم عاملين حسابهم على الرياضيين اللي جايين من كل انحاء العالم. يعني ممكن تروح تلاقي فول وطعميه وكشري حاطينه في الركن. يعني اروح لغايه اليابان واكل طعميه لا ما احنا بنطلع ركن خش بقى الركن الغربي بقى على سبيل التمثيل. بتلاقي مطاعم كبيره عالميه من الموجوده هنا من السلاسل اللي موجوده راعيه للبطوله، بتلاقي الكافي شوبس الكبيره جدا راعيه للبطوله. فانت بتلاقي مكان المطعم ده بيعبارة عن تنت ضخمة جدا ومطاعم متعددة ومتنوعة. احنا بناخد معانا حاجات معينة يعني لو عندنا احتياج لحاجة معينة لمكملات معينة بالظبط لان في نوع اكل وسيستم لازم الواحد يمشي عليه قبل كمان. هم دارسين كويس قوي هم حاطين ايه يعني هم عارفين ان اللعيبة كلها محتاجة كربوهيدرات عالية فهتلاقي الستيشنز بتاعت الكربوهيدرات ضخمة جدا. بس كريم رايح يا سياحة لو بس انا في التنت اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ايوه انا في الخيمة لا بس التنت دي بقى بتبقى جوه اللعيبة بتبقى مقفولة فقاعة يعني هو بص عليك هم عاملين حاجة في هناك هم اتكلموا عن الزونز هم عاملين حاجة لطيفة جدا او مختلفة. هم عاملين فقاعة زمنية وفقاعة مكانية. انا حدش اتكلم على هذا الموضوع المكانية دي جديدة علينا المكانية ده احنا استحدثناها لا احنا برضو للأمانة عشان انا كنت في الجهة اللي كانت بتعمل التخطيط الاول حد عمل البابل في العالم كان الـ NBA في امريكا في الباسكت دوري السلة المحترفين والفقاعة مقصود بيها هو مكان مغلق بدايرة مغلقة تماما فكان مكان الإقامة هو مكان التدريب هو مكان اللعب هو مكان المنافسة دي الفقاعة. احنا طورنا في الفقاعة ان احنا عملنا لها اكستنشنز يعني انت ما كانش عندك الكومبلكس اللي يستخدم او المبنى الرياضي اللي يستوعب فنادق واقامه وتدريب وكل المباريات انت عامل كاس عالم صحيح. هو هناك كان عامل دوري امريكي بس صح. فبدانا نعمل نظام يخلي الفقاعه ممتده بالترانسبورتيشن سيستم من اول الوصول بالانتقالات من تروح الملعب وترجع من المطار للمطار بس كل لا ومن الملعب للاوتيل ومن الملعب لصاله التدريب كل ده خليناه جوه الفقاعه. فعملنا لها ما بقتش فقاعه بقت يعني زي شبكه ممتده مؤمنه. هو عمل دلوقتي حاجه جديده ان هو عمل حاجه اللعب بالزمن ازاي بقى؟ يعني انت هتيجي 3 ايام عزل او انعزال عشان لو عندك فتره حضانه للفيروس وليك 14 يوم غير مسموح ليك بالحركه خارج نطاق محدد جدا اللي هو كانها فقاعه مقفوله بقى. بعد ال 14 يوم من حقك انك تبدا تتحرك في اماكن جوه البلد بس بعد ما تكون انت قلت انا عايز اروح الحته الفلانيه والحته الفلانيه وهو تبعك ل 14 يوم لان هو عنده وجهه نظر اخرى مختلفه يمكن دي احنا برضو يعني نبص عليها. هو عنده مشكلتين اشكاليه حمايه الرياضيين واشكاليه دخول نوع جديد من الفيروس للبلد جوه البلد طبعا. وانت جايب العالم كله صحيح. بمختلف اتجاهاته طبعا. والجينات بتاعته والوانه فهو بيلعب. فقال لك
هيعمل 3 ايام و14 يوم جوه الفقاعه الكبيره، وبعد ال14 يوم ممكن يسمح لك بشويه تحركات طبقا لخطه موضوعه مسبقه. طب دكتور حسن، من وجهه نظر الطب برضو والعلم، هل كان صح اقامه الاولمبياد دلوقتي ولا كان المفروض ان يتم تاجيلها للمره الثالثه لان هي تاجلت قبل كده؟ ده سؤال وجودي يعني، ما هو بس هنسال مين؟ طيب سؤال صعب، سؤال صعب. يعني ما لازم اسال رجل انت دخلتي الطب والعلم. احنا دخلنا في مشكله ما بين سيفتي، قاعده الطب بتقول لك ايه؟ سيفتي فيرست، سيفتي فيرست ما نلعبش. اوكي، لكن لما نيجي نتكلم بقى على دي ناس، ده شغل ناس، الناس دي مش ناس اللي هتلعب يعني، لازم نفكر برضو يعني. انا تخصصي طب رياضي واصابات ملعب، دايما لما اقعد مع الدكاتره زمايلي هم فاكرين ان انا قاعد مع ناس بشغل مع ناس بتلعب، ناس ما بتلعبش. ده شغلتهم، ده دي شغله وكارير وبزنس واستثمارات وملايين. فلو انت جيت النهارده قلتي ان انت عندك لاعب بقى له 4 سنين بيستعد للاولمبياد واخرتيها له سنه، ممكن وبعد السنه دي كان بتقول له بقى ده انا هلغيها لك خالص وثلاث سنين، بصي بقى المردود، اللاعب ده بعضهم انتهى يعني. في لعيبه خد بال حضرتك ان الاولمبياد دي في اواخر مشوارها محطه في حياتهم طبعاً. اللي كانت عايزه عامله حسابها انها تتجوز اول ما تخلص الاولمبياد، واللي هيهاجر واللي هيسافر واللي هيشتغل واللي طالب في الجامعه ومأجل واللي مأجل مش عارف ايه، فده كله دي حياه. الجزء الثاني الاستثمارات اللي اتدفعت، الجزء الثالث البنيه التحتيه بتاعت البلد اللي اتجهزت والمباني اللي اتبنى، الموضوع معقد. بس برضه ده ما منعش ان اهل البلد نفسهم يتظاهروا في محاوله منهم يعني لالغاء هم بيتظاهروا طبعا. هو طبعا الاسهل، طبعا الاسهل، بس احنا هقول لك حاجه، خليني اقول لك بقى حاجه، مصر ضالعه بشكل قوي في تنظيم هذه الدوره الاولمبيه. طب اجيبوها عندنا ازاي بقى واحنا نظبط كاس العالم للهاند بول؟ هو التجربه اللي قعد العالم كله مستنيها، مرجعيه كمان، العالم كله قعد مستنيها. فاحنا النجاح اللي مصر حققته وبامانه هو كان نموذج لتعاون عظيم جدا ما بين كل الجهات فعلا بقى زي ما بيقولوا الجهات المعنيه طبعا. يعني كم المجهود اللي اتعمل من وزاره الصحه، كم المجهود اللي اتعمل من وزاره الشباب والرياضه، كم المجهود اللي اتعمل من اللجنه الاولمبيه، كم المجهود اللي اتعمل من اتحاد كره اليد نفسه. فالشكل التعاون والدقه الشديده في هذا الامر بقى عندك نموذج، كل الاتحاد الدولي بيروح يقول لبلده طب ما مصر عملت وعملت بمستوى يعني مؤثر جدا. اعتقد ان لو مصر ما كانتش عملت كاس العالم الهاند بول بهذا النجاح كان كل الدول هتتراجع في فكره اقامه الرياضه او عوده، احنا اول ناس رجعنا النشاط بهذا الشكل. طيب احنا هنختم بقى بالكلام الحلو ده، وبنتمنى لحضرتك التوفيق بجد، هي مهمه صعبه يعني، بس ان شاء الله تتم على خير وترجعونا بميداليات كتيره جدا. ربنا معاك ان شاء الله وترجعوا سالمين غانمين خاليين من الفيروس يا رب. شكرا يا نورت الدنيا. شكرا ليكم وشكرا لك. طيب انا هسيب لك بقى في الختام، شايفه كده؟ يلا يا فندم. طيب احنا هنسيبكم على خير، بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه نهايه الاسبوع بالنسبه لنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.